شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العلي العظيم. قبل أن نتحدث حول صلاة الخاشعين، لا بد أن نقدم مقدمة، وهذه المقدمة هي أن هنالك علاقة وثيقة بين الهيمنة على الذات والهيمنة على الحياة. الهيمنة على الذات مقدمة ضرورية للهيمنة على الحياة، حتى تتضح أبعاد هذه المعادلة. أنتم لاحظوا كل إنجاز تم في هذه الحياة، سواء كان هذا الإنجاز إنجازاً متواضعاً أو كان إنجازاً عظيماً. كل إنجاز، الإنجاز يعني تأليف كتاب، الإنجاز يعني تقديم فكرة، الإنجاز يعني اختراع يقوم به مخترع، أو اكتشاف يقوم به مكتشف، الإنجاز يعني شهادة يحصل عليها الطالب في الامتحان. كل إنجاز في هذه الحياة، إذا دققتم النظر إليه تجدونه مرهوناً بنسبة معينة من الهيمنة على الذات. إذا ما كانت هنالك هيمنة على الذات، لا يمكن تحقيق أقل إنجاز في هذه الحياة. هذا الطالب الذي حصل على الشهادة أو تخرج من الجامعة، إذا ما كان يسيطر على ذاته، إذا ما كان يذاكر في الليالي والأيام، المذاكرة تحتاج إلى سيطرة على الذات. أليس الأفضل أن الإنسان يذهب إلى الشاطئ ويتفرج
ويلهو ويلعب. هذا الانشداد يحتاج إلى هيمنة على الذات. الطالب هيمن على ذاته، سيطر على ذاته، وحصل على الشهادة. وإلا إذا كان يقضي وقته على البحر وفي المجالس العادية لم يكن يحصل على هذه الشهادة. هذه المؤلفات التي خلفها لنا علماؤنا العظام من العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه، والعلامة المجلسي، والشيخ المفيد وأمثالهم، كل كلمة من هذه المؤلفات وراءها جهد، وراءها تعب، وراءها كبح لجماح النفس. إذا ما كان يكمح جباح نفسه، ما كان يسيطر على نفسه، لم يكن بإمكانه أن يؤلف ولا كلمة واحدة. ذلك المكتشف المعروف الذي اكتشف 1000 اختراع، عندما سألوه ما هو البرنامج الذي تعرضه السينما في هذا الأسبوع، قال لهم: أية سينما؟ قالوا له: السينما التي توجد في الطريق بين بيتك ومختبرك. قال: أنا ما أعرف وجود سينما في الطريق. 4 أشهر أو 6 أشهر يمشي كل يوم في هذا الطريق، ولكن مو ملتفت إلى أنه يوجد هنالك مكان لله في هذا الطريق، لأن منصب على عمله، متوجه إلى عمله. إذا كان يلتفت إلى هذه القضايا لم يكن يكون مكتشفاً ولا مخترعاً. سيطر على ذاته فحقق إنجازاً. كل إنجاز، نسبة كل إنجاز في الحياة تتوقف على نسبة الهيمنة على الذات. الهيمنة على الذات لها مرحلتان. المرحلة الأولى صعبة، والمرحلة الثانية أصعب. المرحلة الأولى الهيمنة على الجوارح، يعني أن تكون أنت المهيمن على عينك، أن تكون المهيمن على أذنك، أن تكون المهيمن على لسانك. الله سبحانه وتعالى أعانك بحجابين، ولسانا وشفتين. عندما تريد أن تتكلم بكلمة، الغيبة فيها حلاوة، التهمة فيها حلاوة للنفوس العادية. الكلمة أرادت أن تخرج، الله سبحانه وتعالى زودك بهذين الحجابين، تسد هذين الحجابين، تطبق الشفتين إحداهما على الأخرى وتبتلع تلك الكلمة. هذا يحتاج إلى سيطرة، هذا يحتاج إلى مقاومة. الشيطان أول من يدخل في السوق وآخر من يخرج من السوق. الصائغ أو الكاسب، أي كاسب في السوق، مرت أمامه فتاة، النفس تنازعه إلى النظر، ولكن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الشريف أعانك بالجفنين، تطبق إحدى الجفنين على الأخرى، أو تغض، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذا ما تغمض عينك غض من عينك، يعني ألقي بنظرك إلى الأرض. هذا يحتاج إلى سيطرة، يحتاج إلى هيمنة.
هذه المرحلة الأولى، الهيمنة على الجوارح. المرحلة الثانية التي هي الأصعب، الهيمنة على الجوانح. الجوانح يعني الباطن، الباطن بيدي وبيدك، كلش صعب. الإنسان بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وبالتمرين المستمر، هذه القضايا تحتاج إلى تمرين، كل شيء في الحياة يحتاج إلى تمرين، الرياضة البدنية تحتاج إلى تمرين، المرتاضون يتمرنون على قضايا معينة في البداية صعبة، ولكن بمرور الأيام تهون القضية، أول ما تقف وتقول الله أكبر الشيطان يأتي. محراب يعني شنو؟ يعني محل حرب، حرب، حرب حقيقية، حرب غير منظورة، أبطالها الداخلون فيها مو منظورين، إنه هو يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. الشيطان يودي فكرك من هنا إلى هنالك. الإنسان يتمكن يسيطر على جوانحه؟ نعم، الجوانح القوى الباطنية، القوى الباطنية من عالم الملك، كما أن القوى الظاهرية أيضاً من عالم الملك. الإنسان بالتوكل على الله وبالإرادة وبالتمرين يخضع جميع قوى عالم الملك للإرادة التي هي من عالم الملكوت. شلون الملائكة مسخرات بأمر الله سبحانه وتعالى؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا واحد تمرن كل هذه القوى تصبح باختياره. باختياره يعني شنو؟ يعني لا يفكر في فكره إلا بإرادته، لا يغضب إلا بإرادته، لا يرضى إلا بإرادته. المؤمن لا يستفز، وإذا استفز لحظة فورا يعود إلى السيطرة على ذاته. هذا مو معناته أن المؤمن لا يغضب، المؤمن يغضب ولكن يغضب بإرادته، يفكر أن هذا الغضب يرضي الله أو لا يرضي الله. إذا هذا الغضب يرضي الله يغضب، وإذا لا يرضي الله يسيطر على غضبه. المؤمن غضبه باختياره، مو أنه هو باختيار غضبه، غضبه باختياره. عندما يستفز، عندما يواجه بكلمة نابية ما يفقد أعصابه. كثير من الأزواج يقولون أعصابنا مو بيدنا، كثير من الزوجات يقولون أعصابنا مو بيدنا، هذا ضعف النفس. الإنسان يتمكن أن يسير في هذه المسيرة التكاملية إلى أن تكون أعصابه بيده. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يغضب، وإذا غضب كان يغضب لله. هذا معناه أن قوى عالم الملك سخرت لقوى عالم الملكوت. هذا معناه أن غضب الإنسان صار تابع عقله، مو عقله تابع غضب. الإنسان في لحظات الغضب يقول كل شيء ويفعل كل شيء، بعدين يتندم على ذلك. لا، المؤمن لا يتخذ موقفاً يتندم عليه، وإذا بدرت منه بادرة،
إذا احتد مرة احتداد في غير محله فورا يعود إلى نفسه. الغضب شعبة من الجنون، ومن غضب ولم يندم فجنونه مستحكم، إلا إذا كان الغضب لله، إلا إذا كان الرضا لله سبحانه وتعالى. الإنسان، علماء الأخلاق ذكروا هذا المثال: أنت أقعد في غرفة، في غرفة ماكو هنالك شيء في هذه الغرفة، وفي وضع لا يشغلك الشيء، فكر في نقطة معينة لمدة دقيقة واحدة في شيء، أي شيء من الأشياء، لا تفكر في هذه الدقيقة إلا في تلك النقطة. بعد ثانيتين طبيعة الذهن طبيعة فرارة مثل الزئبق، شلون الزئبق ما يستقر؟ الذهن ينتقل من شيء إلى شيء، من غصن إلى غصن، بأدنى مناسبة وبأضعف مناسبة فد مرة تشوف نفسك في مكان آخر، تعيد الفكرة في تلك النقطة، بعد لحظة تشوف فكرك راح في مكان آخر. في خلال دقيقة لم تفكر في ذلك الموضوع إلا ثلاث لحظات، مثل صلوات كثير من اللي إذا حقيقة أكو فيها التفات وأكو فيها توجه إلى الله سبحانه وتعالى لحظات، إذا أكو في المرة الثانية تكرر العملية تشوف أنه توجهك يكون أكثر، في المرة الثالثة توجهك يكون أكثر، إلى أن تصل إلى مرحلة تستغرق تلك الدقيقة في التركيز على تلك النقطة. أن تجربوا هذا الشيء. الإنسان إذا صمم من هذا اليوم أن يصلي صلاة الخاشعين، ذهنه يفر من هنا إلى هنالك، ولكن بالتمرين والتكرار تزداد نسبة الالتفات، وبتلك النسبة يزداد قربه إلى الله سبحانه وتعالى، ويزداد الطهر الباطني، لأنه الصلاة العادية لا تطهر كثيرا، ذلك الطهر وذلك النقاء إنما هو في صلاة الخاشعين. ينقل أحد الأشخاص يقول: كنت قد ذهبت إلى حج بيت الله، رحت إلى الحج وفي أثناء الطريق تعرضت لحادث كاد أن يودي بحياتي، إما حادث سيارة أو ما أشبه ذلك، اللي كان الخطر خطر محقق، ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله نجاني من ذلك. يقول: أنا رحت إلى أن وصلت إلى بيت الله الحرام، فرأيت على باب المسجد رجل يبيع البطيخ، بطيخ جيد، فأخذت أنظر في أنواعه وألوانه وأسأل عن السعر، وقلت له: أنا أروح إلى المسجد الحرام وأصلي ركعتين ثم آتي إليك. يقول: أنا رحت وبدأت الله أكبر. يقول: بمجرد ما قلت الله أكبر، الشيطان الذي يأتي على كتف المصلي، أكو شيطان يأتي على كتف المصلي ويذهب بفكره من هنا إلى هنالك، يقول: بدأ وذهني انتقل إلى البطيخ، أنه أنا عندما أكمل صلاتي أشتري البطيخ الغالي أو البطيخ الرخيص، وكم عدد أشتري، وإذا بي أقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتهت الصلاة. يقول: طلعت من بيت الله وإذا برجل يأتي ويهمس في أذني: الله
الذي نجاك في هذا اليوم من ذلك الخطر المحقق في بيت الله تصلي لله صلاة البطيخ ما تستحي من الله؟ يقول أنا عندما قال لي هذه الكلمة أخذت أرجف، التفت حوالي فلم أجد أحدا. حقيقة أنتم لاحظوا صلواتنا كل شيء فيها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الصلوات هل ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى؟ الله المتفضل المنان الذي أعطانا كل شيء 7 دقائق 10 دقائق واحد لا يتوجه إلى الله. نتلو بعض الروايات ونختم بها الموضوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يقومن إن من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها إلى العشر. أحياناً عشر صلاة الإنسان تقبل، يجي يوم القيامة يشوف في ديوان عمل عشر الصلاة مكتوب فقط. أحياناً واحد يجي يوم القيامة يشوف فقط سجود مكتوب في صلاته، كل شيء ما مكتوب في ديوان عمل، يقول يا الله أنا صليت. الله يقول له: ليس لك من صلاتك إلا ما أقبلت بقلبك عليها، وإن منها لما يلف كما يلف الثوب الخلق، يعني الثوب البالي العتيق، فيضرب بها وجه صاحبه، وإنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه بقلبك. الرواية الثانية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لا يقومن أحدكم إلى الصلاة متكاسلا ولا ناعسا، بالذات في صلاة الصبح، ولا يفكر في نفسه فإنه بين يدي ربه عز وجل، وإنما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه. الرواية الثالثة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما ابنتي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض. ويقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى أمتي سيدة إمائي، أمتي، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا مقام العبودية، العبد عندما يقف أمام مولاه، الأمة عندما تقف أمام مولاها. هذا الوقوف مو وقوف اللاهين والعابثين. أمتي فاطمة سيدة إمائي قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي، لأنهم يعرفون ذلك المقام. إحنا محجوبين، هذه الأغطية كلا إنهم عن ربهم يومئذ
لمحجوبون. هذا حجاب، هذه غفلة. الرجل الذي لا يلتذ بالعلم، هذا الرجل مريض، هذا ناقص. الرجل الذي لا يلتذ بالعبادة، لا يتوجه إلى العبادة، العبادة مو ثقل على رقبة الإنسان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يؤذن بلال كان يقول قبل الأذان: أرحني يا بلال، الصلاة راحة للمؤمن، لأنه ينقطع عن هذا العالم ويتصل بذلك العالم، عالم الطهر والصفاء والنقاء. ترتعد فرائصها من خيفتي وقد أقبلت بقلبها على عبادتي. ما هو الجزاء؟ الجزاء مبشر لنا جميعا. أشهدكم أني قد آمنت شيعتها من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإدراك هذه المعاني، وأن يجعلنا من شيعتهم ومحبيهم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب.